مستشار رئيس الجمهورية يؤكد أن الحوثيين هم من يحكمون البلاد. إشهار تحالف مدنية الدولة لدعم الحوار السياسي وتنفيذ مخرجات الحوار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اليوم الخميس أن الدولة بهياكلها ووزاراتها ومؤسساتها لا تحكم البلاد، وجماعة الحوثي المسلحة هي من تحكم. وقال الإرياني إن الدولة بهياكلها ووزاراتها ومؤسساتها لا تحكم البلاد، وأن جماعة أنصار الله الحوثيين كفئة سياسية جديدة على المسرح اليمني هي التي تتحكم. وتابع الإرياني إن الحركة الحوثية تمثل حركة سياسية غير مدنية تسعى إلى تحقيق أهدافها بالطرق والوسائل العسكرية، وأشار إلى أن ما نراه في كل مؤسسة وفي كل وزارة تصرفات قوى سياسية طابعها عسكري لا يحكمها القانون، في إشارة إلى تدخلات الحوثيين في المؤسسات الدولة من عمليات اقتحام وفرض مطالب. وحول أسباب سقوط صنعاء بيد الحوثيين أوضح الإرياني أن ضعف القوات المسلحة وربما تأثيرات عليها سهلت لهم المهمة دون تفسير ما قصده بالتأثيرات، ومضى بالقول هم يتدخلون في شؤون الدولة أي الحوثيين ثم يسمعون عن مشكلة ويذهبون ليحلوها خارج القانون في إطار مكاتبهم وفي إطار لجان ثورية ولجان شعبية. أكد الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ومستشار رئيس الجمهورية سلطان العتواني أن التجمع اليمني للإصلاح حافظ على النسيج الاجتماعي، موضحا بأن الشعب لن يقبل بالوصاية والتفرد. كان يعني المخطط أو يعني ما يراد أن يتم أن يعني تتحول المسألة صراع ما بين الحوثيين والإصلاح. أنا أعتقد بأن الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح أدركوا هذا الموضوع بشكل يعني أفضل وقطعوا الطريق على يعني مثل هذه الرغبة الشريرة. أنا أعتبرها رغبة شريرة لأنه لو كان الأمر أدى إلى صدام مسلح بين القوتين يعني لن تتوقف على الطرفين، ستمتد إلى كل شرائح المجتمع في العاصمة صنعاء وغيرها. لكن أنا يعني القرار اللي اتخذ من قبل الأخوة في التجمع اليمني للإصلاح أنا أعتبره قرار حكيم، يعني لأنهم يعني أولا تفادوا يعني الدماء التي كانت ممكن أن تسال نتيجة الرعونة لو تمت، أو الاستجابة للاستفزازات التي تمت خلال المرحلة الماضية. الأمر الآخر أعتقد بأنه المسؤولية الإيقاف هذا الزحف أو مسؤولية الدفاع عن الأذى ليس مسؤولية التجمع اليمني للإصلاح لوحده، وبالتالي أنا أعتقد هم يعني حافظوا على يعني بقاء النسيج الاجتماعي وحافظوا على الدماء التي كانت يمكن أن تهدر، وهذا من المسائل التي تحسب للإخوة في التجمع اليمني للإصلاح. أشهر اليوم في العاصمة صنعاء تحالف مدنية الدولة وتحالف صنعاء عاصمة اتحادية الذي يأتي ضمن برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية في الحوار والمناصرة. وفي حفل الإشهار أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس إلى أهمية السعي الدؤوب لتحقيق مدنية الدولة لما من شأنها تؤسس للنظام والقانون والعيش المشترك. خميس قالت إن الأعراف القبلية التي تشكل حيزا كبيرا في مجتمعنا ينبغي أن تعكس الوجه الحضاري للمجتمع اليمني القائم على إعلاء القيم الإنسانية والوطنية. يشار إلى أن الهدف من إشهار تحالفي مدنية الدولة وصنعاء عاصمة اتحادية يأتي في إطار دعم الحوار ودعم مخرجات الحوار ومشروع الدستور اليمني الجديد.
إن السعي الدؤوب لتحقيق مدنية الدولة يعد انتصار المستقبل الواعد بتأسيس نظام علاقات مدنية قائمة على العيش المشترك في ظل تسامح ومواطنة متساوية تستند إلى سيادة القانون والحكم الرشيد. كما إن القواعد العرفية التي تشكل حيزا كبيرا في حياتنا ينبغي أن تعكس الوجه الحضاري لمجتمعنا اليمني القائم على النظام وعلى إعلاء القيم الإنسانية والوطنية على المصالح الفئوية أو الفردية أو الحزبية والطائفية. أعرب السفير الأمريكي ماثيو تولر عن أسفه لعدم منح الأمين العام للإصلاح تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، موضحا أن سبب تأخر منح التأشيرة يعود لأسباب إدارية في واشنطن، مبديا استعداد السفارة في صنعاء منح الأستاذ الأنسي تأشيرة في أي وقت، مؤكدا عدم وجود أي تحفظات على ذلك. جاء ذلك أثناء لقاء السفير بالأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ شيخان الدبعي بمقر الأمانة العامة الأمس الأربعاء، وقد جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، لا سيما المتصلة بالتزام الأطراف السياسية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. عقدت اللجنة التحضيرية العليا لجائزة جامعة عدن للبحث العلمي اجتماعها برئاسة عبد العزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن والشيخ عبد الله بقشان لإقرار نتائج الأبحاث العلمية واستلام التقارير النهائية من المحكمين على المستوى الداخلي والخارجي وتحديد جائزة الجامعة للبحث العلمي وكذا الجوائز التشجيعية الأخرى وموعد الحفل العام للفعالية. الجدير ذكره أن اللجنة استلمت 35 بحثا علميا موزعا في المجالات العلمية المحددة للجائزة. وصرح الدكتور أبو بكر بارحيم أن جائزة عدن تتميز عن بقية جوائز الجامعات اليمنية بفتح الترشح للجائزة لكل الباحثين من كل الجامعات اليمنية وغير اليمنية في الداخل والخارج دون استثناء، وإشراكها في كل لجانها محكمين من أعضاء الجامعات اليمنية. وأضاف الدكتور أبو بكر بارحيم أن جامعة عدن تقدر تقديرا عاليا مجلس أمناء الجامعة برئاسة الشيخ المهندس عبد الله بقشان على دعمه السخي للجامعة خلال المدة الماضية، كما شكر مؤسسة العون للتنمية بحضرموت على تمويل هذه الجائزة الدورية التي تنظم كل سنتين. إمكانية الاستفادة من خبرات الشركات النفطية الحكومية الروسية في مشروع التطوير والتحديث الشامل لمصفاة عدن. واستعرض الدكتور العوج مشروع تحديث مصفاة عدن ومراحله والمردودات الإيجابية له على الاقتصاد الوطني، وأشار إلى مشاريع التحديث التي قامت بها الشركة والتي تستعد لتنفيذها، وأهمها إعادة بناء وتأهيل محطة كهرباء الشركة وكذا تزويد أرصفة ميناء الزيت بالمعدات الحديثة. من جانبه لفت المسؤول الروسي إلى طبيعة زيارته والوفد المرافق له لعدن والهادفة إلى الاطلاع على أنشطة ميناء ومصفاة عدن وإمكانية إيجاد علاقات تعاونية بين شركة مصفاة عدن والشركات الروسية المتخصصة في مجال النفط. أكد المشاركون في الندوة التي عقدت صباح اليوم بأبين حول مناهضة العنف ضد المرأة على ضرورة العمل على خلق ثقافة مجتمعية تجرم الانتهاك بحق المرأة، بالإضافة إلى سن تشريعات قانونية تحميها من جميع أشكال التعذيب. وفي الندوة التي نظمتها مؤسسة شباب أبين برعاية مجلس مساندة اللاجئين، أكدت خلود القديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في أبين أن العنف المجتمعي ضد المرأة له صور وأشكال شتى، بدءا بالاعتداء الجسدي مرورا بالإقصاء عن مشاركة الذكور في إعداد شؤون الحياة. تتواصل لليوم الثالث على التوالي في محافظة الضالع الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان والتي تستهدف مديريات قعطبة والحصين والشعيب والحشا والأزارق، وتستمر الحملة حتى 11 من ديسمبر الجاري. وبحسب القائمين على الحملة فإن إجمالي المستهدفين من سن 6 سنوات وما فوق بلغ 297 ألف شخص.
افتتح اليوم وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول البرامج التدريبية الممولة من قبل المشروع الألماني للتأهيل والتوظيف وبالتعاون مع مركز المهندسين للكمبيوتر ومؤسسة الخير التنموية. الوزير الأشول أعد إقامة مثل هذه البرامج التدريبية تعبيرا حقيقيا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى رفد المدربين والطلاب بالخبرات العلمية والتطورات التكنولوجية المواكبة لاحتياجات سوق العمل والمنسجمة مع متطلبات التنمية. وتضم الدورة التي يشارك بها بعض الأيتام وخريجي المعهد الصيني اليمني المهني برنامجي صيانة المولدات الكهربائية والتصميم الداخلي الديكور، إضافة إلى برنامج التحكم الصناعي والمخصص لمدربي المعاهد المهنية. وزارة ماضية وفق الأولويات التي حددتها، والتي من أهمها إقامة شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمانحين من أجل تعزيز وتطوير وتجويد التعليم المهني والتعليم الفني والتدريب المهني، والاهتمام بكل مدخلاته بدءا من تطوير البرامج التدريبية والمناهج، ثانيا أيضا تأهيل المعلم وتدريبه بحيث يكون قادر ومتمكن، ثالثا لتطوير التجهيزات وصيانتها حتى فعلا تكون يعني جاهزة بين يدي أبنائنا الطلاب يستطيع من خلالها أن يكتسبوا المهارة والخبرة. طبعا احنا مستقدمين ثلاث فئات لثلاث برامج. البرنامج الأول تم استهداف الأيتام في برنامج المولدات، طلاب ثانوية يتم تأهيلهم إلى أن يشتغلوا في صيانة المولدات، واحتياج سوق العمل كبير من خلال ما نشاهده من قطاعات الكهرباء. وفي معنا برنامج آخر يتم تأهيل معاهد فنية تم تخرجهم من القسم الديكور أو التصميم الداخلي والديكور، يتم تأهيلهم ببرامج تدريبية لربطهم لسوق العمل. نتابع الآن مشاهدين الكرام المتفرقات الاقتصادية. أكد وزير النقل المهندس بدر بسلمة أن اليمن تتجه لإشراك القطاع الخاص في إدارة قطاعات النقل من موانئ ومطارات بمختلف محافظات الجمهورية في إطار رؤية جادة لتطوير تلك القطاعات تعتمد على التفريق بين ملكيتها وإدارتها. وأكد أن البنك الدولي سيشرف على ذلك لإحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرئيسة لقطاعات النقل المختلفة، بما ينعكس بصورة إيجابية على تطوير العمل في قطاعات النقل بالصورة المثلى. رفضت هيئة المواصفات والمقاييس شحنة ميازين مؤشر ساعة صينية المنشأ في منفذ الوديعة، وأكدت المواصفات أن سبب الرفض هو حظرها لاستيراد هذه الميازين. هذا وتشهد الأسواق المحلية تلاعبا كبيرا في أوزان البضائع حسب جمعية حماية المستهلك. ضبطت شرطة مباحث محافظة الحديدة شخصين قام بنصب مبلغ 18 مليون ريال على شخصين، أحدهما امرأة، في حادثتين منفصلتين، مشيرة إلى أنها قامت بحجز المتهمين بقضيتي النصب والاحتيال وأحالتهم للإجراءات القانونية. مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. مستشار رئيس الجمهورية يؤكد أن الحوثيين هم من يحكمون البلاد. إشارة تحالف مدنية الدولة لدعم الحوار السياسي وتنفيذ مخرجات الحوار. نهاية النشرة، في أمان الله.